seterusnya. Kori dengan nomor peserta SB.216 akan membacakan surah Yusuf halaman 237 dimulai ayat 21 dan seterusnya. Kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب
الباب. وغلقت الألباب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين لوصين إنه من عبادنا المخلصين صدق الله العظيم.